أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في وصف للوحدة الأولى من كتاب الدراسات الاجتماعية وهي بعنوان المواطنة. إذن أهدافنا اليوم الحديث عن أبرز موضوعات هذه الوحدة ومشروعها وتقييماتها وطرق الربط بها. إذن الوحدة الأولى كما ترون وهي بعنوان المواطنة، حيث ستتناول الدرس الأول الذي يتحدث عن المواطنة ومقوماتها، المواطنة مفهومها ومن هو المواطن ومقومات المواطنة، مظاهر المواطنة الفاعلة، وهناك أنشطة صفية سنقوم بها لتتعرف هذه المفاهيم جميعها. إذن مظاهر المواطنة في مجالات عدة، فهناك أسرة وهناك مدرسة وهناك وطن، سنفصل فيها جميعها. وسنتحدث عن المواطن الرقمي والهوية الرقمية، ثم ستقيم نفسك من خلال الإجابة عن أسئلة المراجعة الموجودة في الكتاب صفحة 12. ثم ننتقل إلى الدرس الآخر وهو الهوية الوطنية، سنتحدث عن مفهوم الهوية الوطنية ومقومات الهوية الوطنية الأردنية، ثم سننتقل إلى أبعاد الهوية الوطنية الأردنية، فهناك بعدين، بعد وطني وبعد قومي، ثم سنتحدث عن الأحداث التي واجهت الأمة العربية على أرض الواقع ونربطها بدرسنا، ثم نتحدث عن البعد الديني والبعد العالمي، وتقيم نفسك من خلال حل أسئلة المراجعة الموجودة في الكتاب. ننتقل إلى الدرس الثالث وهو المواطنة العالمية، حيث سنتحدث عن مفهوم المواطنة العالمية وأهمية المواطنة العالمية وقيمها، ثم سنتحدث عن أبعاد المواطنة العالمية والتحديات التي تواجه المواطنة العالمية، ثم سنقوم بحل أسئلة المراجعة الموجودة في الكتاب، وهناك أيضاً أسئلة عامة بالوحدة كاملة صفحة 22، بالإضافة إلى مشروع الوحدة الذي سأتحدث عنه بعد قليل. إذن سأتحدث الآن عن أهداف الوحدة العامة والتي تشمل الدروس الثلاثة التي ذكرتها سابقاً. إذن يتوقع منك عزيزي الطالب في هذه الوحدة أن توضح أهمية المواطنة العالمية وتذكر ثلاث قيم للمواطنة العالمية، كما تذكر أمثلة عليها من واقع حياتك، وأن توضح أبرز التحديات التي تواجهك، وأن تناقش دور التنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية الأردنية. لن أنسى أن أذكر فيديو وصف الوحدة، حيث سيكون في المنصة التعليمية فيديو يتحدث عن هذه الأمور جميعها ويفصل فيها، فقد ترجع عزيزي الطالب إلى هذه الصفحة وتقوم بمشاهدة الفيديو المفصل بصوت معلمتك كاملاً. عند دراسة أي موضوع من موضوعات كتاب الدراسات الاجتماعية، فلا بد أن نقوم بربطه مع مواد أخرى، فأنا سأربط موضوعات هذه الوحدة مع مادة تكنولوجيا المعلومات، حيث ستستخدم المهارات البحثية لمعرفة موضوعات الوحدة والتفصيل فيها، كما ستستخدم المهارات التكنولوجية في تصميم عرض تقديمي يعرض ملخصاً لأهم المعلومات التي اكتسبتها خلال الوحدة، كما يمكن أن نربطها أيضاً بالتاريخ والاختلاف بين الماضي والحاضر في هذه المفاهيم. سنقوم أيضا بالعمل على مشروع الوحدة، ومشروع الوحدة يقوم على مهارات العمل الجماعي، حيث ستعملون في أربع مجموعات، ستوكل إلى كل مجموعة مهمة وهي البحث عن أحد الموضوعات الآتية. أكرر أنك ستختار واحدا من هذين الموضوعين وليس الاثنين معا. ستبحث عن شخصية المهاتما غاندي الذي واجه الاستعمار البريطاني في الهند عن طريق العصيان المدني،
واللجوء إلى حل النزاعات سلمياً، أو ستبحث في موضوع احترام البيئة والمحافظة عليها هو أحد أبعاد المواطنة العالمية. أذكر أنني قمت بوضع تفاصيل هذا المشروع في صفحة الوحدة، وسيكون هناك صفحة خاصة للتفصيل أكثر في هذا المشروع، ولكن وضعت لك بعض المصادر التي يمكن أن تعود لها للبحث في هذين الموضوعين، كرابط تستطيع الرجوع إليه للبحث في موضوع المواطنة العالمية، كما وضع لك أيضا فيديو لمفهوم المواطنة والتعرف عليها. وأؤكد أنني قمت بوضع المعايير المطلوبة والتي يجب التقيد بها أثناء إعداد المشروع. فمثلا عليك أن تطابق المحتوى للمطلوب منك، أن تنوع الأفكار، أن تختار عنوانا مناسبا أيضا، وأن يكون العرض جاذبا ومميزا. هذا من حيث المحتوى. أما من حيث التنظيم، عليك أن تنظم أفكارك وتسلسلها. سنربط أيضا بمادة اللغة العربية، فلن تنسى أيضا أن تستخدم علامات الترقيم وتنظم الخط وتوضحه، وأن تكتب كتابة سليمة إملائيا ونحويا. في نهاية كل وحدة عزيز الطالب، لابد أن يكون هناك تأمل ذاتي تستطيع من خلاله أن تقيم فهمك للموضوعات التي طرحت في هذه الوحدة. فمثلا عليك أن تجيب عن هذه الأسئلة حتى تستطيع أن تقيم أين أنت من موضوعات هذه الوحدة. السؤال الأول: ما هي الصعوبات التي واجهتها أثناء استكمال مهام التقييم النهائي وهو مشروع الوحدة مثلا؟ أي المهارات تحتاج للمزيد من الممارسة؟ هل كانت مهارة البحث مثلا سهلة، أم أنك تحتاج إلى المزيد من التطبيق عليها؟ ما هي نتائج التعلم في هذه الوحدة؟ ماذا تعرفت؟ ما هو الجديد عندك؟ ما الذي كان مثيرا للدهشة فيما درسته؟ هل كان هناك شيء جديد؟ بالتأكيد كل ما ندرسه هناك الجديد دائما. ما الذي سنفعله بشكل مختلف المرة القادمة؟ أحترم آراءكم وأنتظرها، أحب أن أسمع منكم حتى يكون ذلك في خطتنا للمرات القادمة إن شاء الله. أؤكد عزيزي الطالب أنني قمت بوضع مصادر الوحدة المفيدة لك في صفحة منفصلة، وهي مثلا موضوع.com، موقع الرأي الذي نستمد منه أخبارنا الجديدة، وموقع كويزز الذي يحوي على تقييمات ذاتية تستطيع الرجوع لها لتقيم فهمك لهذه الموضوعات. أشكر استماعكم وأتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة لكم. طبتم وطاب يومكم، بكل أمل وخير.